مرحبا بكم بنات في فيديو جديد عندي. عندي ما نقول لكم صناعه. هذا الفيديو هذا غادي يروح عباره على واحد المفرش جديد، مفرش ديال البراد مع اليد ديال البراد، غيكون على هذا الشكل. هاد لافينيسيون هادي جديده وزوينه انيقه. الوغ لاش غنحتاج؟ كنحتاج هاد الخيط. بالنسبه للاخوات اللي كتبغي تخدم بالخيط ديال العبار راه نفس الشيء، انا غادي نخدم بهذا الخيط، نتوما غديروا الخيط ديال العبار على جوج. الوغ عندي جوج ديال الالوان، غادي نحتاج جوج الانواع ديال الكروشي، واحد رقم 3.5 واحد رقم 3، والمقيس وبرا باش غادا نفي. الوغ نبداو على بركه الله. الوغ باش غادا نبدا، غادا نبدا بالبرا بالدائره السحريه. كنظن ان كلشي دابا كيعرف الدائره السحريه. دونك فاش كنخدموها كنلوي الخيط هكا على يدي، كنجي كنشد هذا، كنجر به هذا الخويط هذا، وكنقلب وكنبدا الخدمه ديالي. الوغ غادا ندير نطلع ثلاثه ديال السلاسل، وحده جوج ثلاثة فوق هاد وسط هاد الدائرة. غدا نخدم 12 عمود، السلاسل تا هما غدا نعتبرهم راهم عمود. الوغ جوج ثلاثة، الوغ نصير هاد الدائرة واحد شوية باش نخلي ليها العلبة لي غنخدم فيه. ثلاثة أربعة، الوغ غدي نكمل 12 عمود ونرجع ليكم. كيفما كتشوفو البنات أنا كملت 12 عمود. كنجي كنسد في هاد ثلاثة السلاسل اللي طلعت بهم واحد منزلق. اش غندير دابا؟ في نفس المكان كندير واحد سلسلة. غنجي هنا غدا ندير جوج حشو، الحشو الأول الحشو الثاني. ألوغ فوق كل عمود غدا نخدم جوج ديال الحشو، الحشو الأول الحشو الثاني، الحشو الأول الثاني. وغادي ندور السطر الثاني كله على هذا الشكل. فوق كل عمود غادي نخدم جوج ديال الحشو. دونك كما كتشوفوا البنات انا هنا فاش كنسالي كنجي فوق هذه السلسله اللي خدمت وكنسد واحد منزلقه. اش غندير دابا؟ في نفس المكان غنطلع بجوج تاع السلاسل. الوغ هنا هاد البلاصه غادي نخدم فيها جوج اعمده، العمود الاول العمود الثاني، السلاسل كنعتبروهم عمود. البلاصه اللي تابعها غنخدم فيها حتى هي جوج اعمده. الغرزه الثالثه غنخدم فيها فقط واحد عمود. دابا اش غنبدا ندير؟ غنبدا ندير جوج اعمده، العمود الاول العمود الثاني، الفراغ اللي تابعو جوج اعمده، العمود الاول عمود الثاني، الفراغ اللي تابعو واحد عمود. الوغ هاد الدوره كامله غتكون على هاد الشكل، جوج اعمده جوج اعمده واحد عمود حتى نسالي. صراو هنا ساليت هاد السطر حتى هو. اش كندير؟ كنجي تاني فوق هاد السلاسل وكنسد بواحد منزلق. الوغ دابا هاد السطر هذا اش غادي ندير فيه؟ كندير فوق الاولى غادي ندير حشو اللي تابعها، حشو اللي تابعها جوج حشو، الحشو الاول حشو الثاني. الوغ حشو، الغرزه الاولى حشو، الغرزه الثانيه حشو، الغرزه الثالثه جوج حشو. الوغ حشو في الغرزه الاولى، حشو في الغرزه اللي تابعها، الغرزه اللي تابعها جوج حشو، الحشو الاول حشو الثاني. الوغ هذا السطر حتى هو غادي ندورو كامل على هذا الشكل. صافي ساليت السطر الرابع. الوغ كنجي دائما السلسله وكنسد بمنزلق. اش غندير دابا؟ غنطلع جوج تاع السلاسل. الغرزه الاولى غندير فيها جوج اعمده، الغرزه الثانيه غندير فيها عمود، اللي تابعها غندير فيها عمود، واللي تابعها غندير فيها عمود. الو جوج اعمده في غرزه الاول الثاني، اللي تابعها عمود، اللي تابعها عمود، والثالثه عمود. اذا هذا السطر الخامس هذا هو السطر الاخير اللي عليه غادي ندير دوك القلوبه. راه كندير جوج اعمده عمود عمود عمود، الغرزه فيها جوج اعمده وثلاثه تاع الغرز فيهم عمود عمود عمود. الوغ هكا غادي نسالي هذا السطير هذا باش ندوزو السطر الاخر. انا ساليت هنا وصلت اخر غرزه، كنجي تالي دائما هنا فوق هاد ثلاثه ديال السلاسل وكنسد بمنزلقه.
الوغ هنا ساليت هذا اللون. كيفاش تندير حتى كنحيد هذا اللون ندس اللون الاخر، راه غنقطع كنجبد هذا الخيط على هذا الشكل، كنجي الفرصه اللي حداها كنجبد منها هذا الخيط هذا باش كتجيني هكا دائره مقاده كيف ما كتشوف. علاش غندير دابا؟ ناخذ الكروشي الرقيق غنجيب اللون الاخر، كنجي لهاد البلاصه هذه اللي ساليت فيها كندخل خيط لهذا الشكل، كنطلع جوج تاع السلاسل راه بمثابه عمود. نجبد هاد الخيوط خصني ندفنهم معايا كيف ما كتشوفوا، نخدم العمود الاول راه دابا ولاو عندي جوج احمده، ثالث وهذا خدمته ماشي في بلاصتو. العمود الاول حتى العمود الثاني الثالث، في نفس الوقت كنت في معايا الخيط الرابع خمسة. شحال خدمت دابا؟ خدمت خمسة ديال الأعمدة. شنو غندير دابا؟ ناخد نجي لهاد الغرزة هادي غندير فيها نصف عمود، في نفس المكان كنزيد نصف عمود واحد آخر. ألوغ في هاد الغرزة هادي خدمت جوج تاع نصف عمود، شنو غندير؟ غنطلع بثلاثة ديال السلاسل، واحد جوج ثلاثة، غندير جوج تاع الأعمدة وسط هاد جوج تاع نصف عمود اللي خدمت، غنسميها أنا في. ألوغ غندير العمود الأول بلفتين، العمود الثاني بلفتين، وغنزيد جوج أعمدة بلفة فوق نفس هاد نصف عمود، فوق نفس فوق هاد نصف عمود الأول. ألوغ العمود الأول بلفة، العمود الثاني بلفة، غنزيد نصف عمود، هادو كلهم فوق من هاد نصف عمود اللي من هنا. اش غندير دابا؟ كنلوي الخيط على الكروشي، غنجي لهنا، شوفوا شوفوا اللي هزيت هنا، مفهوم؟ ألوغ غنجي غنخدم ثلاثة ديال الأعمدة، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث. غنجي تاني فوق نصف العمود الاخر الاول هو، غادي نخدم تاني نصف عمود جوج تاع الاعمده، العمود الاول العمود الثاني، وجوج اعمده بلفتين نفس الخدمه اللي درت في الجهه الاخرى. كنعاود هنا جوج الاعمده بلفتين، العمود الاول هاد الثاني، غندير ثلاثة تاع السلاسل، واحد جوج ثلاثة، ونجي لهنا وندير واحد حشو، مفهوم؟ كيف ما كتشوفو ها هو القليب. اش كندير تاني؟ كنرجع لهنا كنخدم تاني خمسة ديال أعمدة، وفي نفس الوقت أنا باقا كندفن معايا داك الخويط، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، والعمود الخامس. نجي ثاني فوق من السادس كندير نصف عمود ونصف عمود واحد اخر في نفس بلاصة، نطلع ثلاثة ديال السلاسل، واحد جوج ثلاثة، ونعاود تاني نفس العملية، جوج تاع الأعمدة بلفتين. لاحظو هادي هي نصف عمود في نفس عمود اللي خدمت، هاد نصف عمود اللي من هنا كنبدا به هو الأول. ألوغ كندير العمود الأول بلفتين، العمود الثاني بلفتين،
هاهم جوج تاع الاعمده بلفه واحده، ها الاول ها الثاني، كنتبعها واحد نصف عمود. او فين كنجي دابا؟ كنجي لهنا فوق من المفرش ديالي هنا. الو غادا نخدم ثلاثه ديال الاعمده بلفه. الو العمود الاول، عمود ثاني، والعمود ثالث. غنجي ثاني فوق من نصف العمود الاول اللي خدمت، كنعاود فوق نفس العمليه. الو نصف عمود، جوج تاع الاعمده بلفه، العمود الاول هاد الثاني، ثم جوج تاع الاعمده بلفتين، العمود الاول العمود الثاني، وندير ثلاثه السلاسل، وحده ها جوج ثلاثه، وكنجي ثاني لهنا وكنسد بحشو وكنكمل الخدمه ديالي. غنجي ثاني لهنا وغادا نخدم خمسه ديال الاعمده، هما كيجيوني 11 قليب، غيجيوني فوق من هاد الدائره. الوغ ثلاثه اربعه خمسه، نعاود ثاني في نفس المكان، ندير نصف عمود و نصف عمود واحد اخر، هما اللي غادا نخدم عليهم هاد القليبات هادو. الوغ هكا حتى غادا نسالي المفرش ديالي، وغادي نوريكم النتيجه بعد ما غادا نبتو بالعقيق.